اختي قطعتو. شوفي ليك يا اختي، البنات انا عندي واحد جوج دنجالات اختي غنديهم اختي نغسلهم. شوفوا راه كبارين، راه الدنجالات كبارين، هنا عندي جوج ياكو غنديهم اختي نغسلهم ونقطعهم طريفات صغار ونسلقهم ونرجع لكم. خليكم معايا. هنا الكبيده الروز، الروز درتو كيتسلق، ما عرفتش باين لكم. المهم الروز درتو كيتسلق، كيتسلق البنات. المهم كيطيب، اصبحت مقلوبه. المهم الروز تيطيب، غير نص طيبه ورجعت. شوفوا اختي ها هو كيتسلق. المهم غنزيد فيه شويه الملح البنات، غنزيد فيه الملح وغنخليه الروز حتى هو راه كيتسلق ونرجع لكم من بعد ما غادي يتسلقوا. درت فيه اختي الماء، شوفي كاين الماء غير تيطلع الدنيا. البنات كيف ما كتشوفوا اختي هذه راه الثومه، ها انتم اربعه ديال الرويسين ديال الثومه. البنات شوفوا هنا الدنجال اختي راه درتو كيتسطر، ها انتم كنت كنحط فيه. هنا اختي الروز كيف ما كتشوفوا معايا، الكركم اختي ديروا اختي هنا غندير غير شويه الكمون البنات، هي ما كنبغيهاش انا، مي كطيبوها كتجي شويه حاره هي في الطياب، خاصها كطيب الماء كي عاد ديرو. المهم درت غير واحد شويه هنا ديال الزهر على حسب الذوق، شويه ديال الفلفل الاحمر، الملح اختي ما غاديش نزيد، كلشي سلقه بالملحه حتى الاخر. الكبيدات عاد غادي نشوف واش نقدر نزيد ولا لا. صافي اختي هنا غنجيب الدجاج وغادي نديرو فوق هاد الروز. صافي تنخلط اختي داكشي مع بعضياته. صافي البنات مع داك ديال الثومه والحامض، ها انتوما شوفوا معايا، شوفوا بحال كيتشرملو الحوت، شفتوا هنا كتقيدي منو اختي. بلاتي يا ماما بلاتي، شوفوا انا دائما مضربه مع ابراهيم، ها انتوما شوفوا داك هي داك الداخل، ما ديروش الجلده هذيك الجليفه حتى اللي تزينوا شي شويه تزينوا بهم من الفوق. المهم دابا درنا هكا، خليكم معايا. خديت الدنجال وحطيته هنا، شوفوا حتى سطرته البنات وجدتو معستو، شوفوا راه تيخرج الماء، تيعاود يخرج الماء، يعني عاودوا معسوها البنات، عاودوا هكا وركوا عليها، انا وركت عليه هكا معايا اختي. هنا ولا هذا ديروا اختي القزبر الطري اختي، انايا صبحت عيانه اختي وفيا ما يقرب. هانتوما واصلا انا واخا ندير الطري الا كان عندي هذا حتى هو كندير، الا ما كانش عندي صافي تنخليها الطري. صافي المهم هنا البنات البصله والثوم صافي، وكناخد اختي هذاك هذا الروز والدجال اختي وكنعركهم هكا مع بعضياتهم. البنات هنا خديت اختي الطاجين، طاجين كبير البنات هذا، شوفوا معايا قداش مطيشه. درت انا الجاهزه حيت هي باش اغلبيه باش كنخدم، مطيشه جاهزه زائد البنات. المهم نتوما تحكوا شي ثلاثه ولا اربعه مطيشات على حساب الحجم، الا كانوا كبار نديروا ثلاثه. كيف ما شفتوا معايا، ودرت هذا القزبر كيف ما شفتوا معايا، وزدت البصله والثومه. هنا البنات شوفوا معايا، هنا درت البنات طاجين كبير ما باش ندير الصغير. غير يطيب ان شاء الله ونرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. شوفوا معايا كي قلت لكم يطيب ونرجع لكم، خليكم معايا هكا باش نحيد لكم هذا حتى هو. تشوف ها هو اختي كيطيب، كيطيب اختي على خاطر خاطره، شوفوا معايا ما هو تيطيب. صافي اختي اختي هنا الطويجين راه طاب اختي، شوفي معايا شوفي طاب، شوفوا صافي كبيده. غنطفي عليه، غنطفي عليه حتى يبرد واحد شويه ونرجع لكم نوريه لكم. شوفوا شوفتي كي كيتسبخ صافي.
صافي. المهم انا اختي ما كنزيد فيه لا رمو لا حتى شي حاجه. طاب الكبيدات شوف خليكم معايا اختي طايته. شوفي ليك يا اخت كيف جاكم اختي البنات. هذا راه طاجين كبير، طاجين اختي كبير. ها شوف اختي معايا، شوف اختي طاجين اللي جيد. شوفي باقي كيتبخ، رحيتهم فوق البوطه اختي ولكن باقي كيتبخ حتى يبرد واحد شويه. البنات كيف ما كتشوف اختي بالصحه والراحه، ها شوفي معايا الشكل ديالو. صافي البنات طاجين طوب زوين بصلصه اللي زوينه البنات كيف ما كتشوفوا معايا اختي. هانتوما كيجي زوين البنات، ان شاء الله تجربوه وين الاعجاب ديالكم. بصحه وراحه انت الكبيده. شوفي ليك هانت هانت اختي علم الزينات هذا. شوفي اختي شوفي الصحه والراحه الكبيده هانت.